نأخذكم معنا في هذا البرنامج الوثائقي إلى جبال جير. جبال جير هي أعلى قمة بجهة جولمي موادنون، يعيش فيها الخنزير البري بكثرة بين أشجار الصبار، كما تعيش فيها أنواع الحيوانات والطيور. لا تنسوا الاشتراك في القناة من أجل دعمنا وتفعيل زر الجرس، وشاهدوا الفيديو حتى النهاية. تعتبر جبال جير من أجمل المناطق في جهة جولميم وادنون. ارتفاعها عن سطح البحر ميزها من حيث المناخ، تعيش فيها حيوانات كثيرة. ولعل أكثر حيوان يعيش هنا هو الخنزير البري، إنه يعيش بكثرة، يتنقل بين الصبار ويتكاثر هنا. إن وجود هذا الغطاء النباتي يوفر حماية لكل الحيوانات ومن بينها الخنزير، لكي يتكاثر في كل أمان. هنا يظهر جيرم صغير لا يتجاوز عمره الشهرين، يتنقل بين الصبار برفقة والديه. إن وجود جراء صغيرة في المجموعة يجعل الخنزير الكبير أكثر تأهبا وخطورة. غالبا ما تختار أنثى الخنزير الابتعاد رفقة صغارها عند الإحساس بالخطر. وتتكون المجموعة من خنزيرين بالغين لحماية القطيع. وهنا تختفي الخنازير رفقة صغارها عن الأنظار، باحثة عن مكان أكثر أمانا. مع نهاية هذا البرنامج الوثائقي، ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.